بسم الله. اتكلمنا الحصة اللي فاتت يا شباب على الكلمة بتاعت الريشيو. نعم. معلش اسف. اتكلمنا ان الريشيو هي عبارة عن comparing لتو quantities. يعني يا مستر الكلام ده احنا كنا بنستخدم ثلاث طرق للكتابة. لو قلت لك مثلا ان انا بقارن ما بين النمبر اوف بويز والنمبر اوف جيرلز، وقلت لك ان كل تو قصادهم 3، فطريقه الكتابه ممكن نحط تو دوتس كده وبنسميها ايه بالانجلش؟ يبقى دي طريقه. في طريقه ثانيه للكتابه اللي هي 2 اوفر 3 او 2 2 3، واتفقنا ان الجيرلز والبويز هنا عباره عن ايه وايه، بارت وبارت. طب لو انا جبت النمبر اوف بويز والتوتال نمبر اوف ستودنتس، يبقى ده بارت تو ايه هول. لو انا قلت لك دلوقتي 2 تو 3، هل ده معناه ان في 2 بويز عندي في المدرسه و 3 جيرلز؟ ولا الريشيو اللي ايوه كل 2 من البويز قصادهم 3 من الجيرلز؟ طيب هل لو انا كتبت كده 3 تو 2 هي هي؟ انا كل اللي انا عملته بس ان انا شقلبت، صح ولا غلط؟ غلط طبعا، لان احنا اتفقنا لازم يبقى في حاجه اسمها البروبر اوردر. يعني ايه البروبر اوردر؟ الترتيب المناسب. لازم ده كده يبقى مكان الفيرست تيرم وده السكند ترم، خلاص كده. والتو تيرمز اوف ذا ريشيو اللي هم التو 3 احنا بنعبر عنهم بالطريقه من الثلاثه اللي احنا قلنا عليهم. ده حاجه. الحاجه الثانيه ان مش كل المسائل بتبقى جايه لك في السمبلست فورم. ممكن ادي لك النمبر اوف بويز والنمبر اوف جيرلز مثلا 10 to 15، كل 10 اولاد قصادهم 15 بنت. بس هل الكلام ده سمبلست فورم؟ لا. بنعمل ايه؟ ديفايد. ديفايد كام؟ لان ال5 دي موجوده في تيبل او موجوده من ال10 من المالتيبلز بتاعه ال5 وال15 كمان من المالتيبلز بتاعه ال5، او هي فاكتور او جريتست كومن فاكتور للاثنين. لما اعمل ديفايد 5 2، لما اعمل ديفايد 5 فبقت كام تو كام؟ 2 to 3. هل دي سمبلست فورم؟ واتفقنا ان احنا عندنا حاجه اسمها الحارات السد. كانوا كام حاره؟ 4. اول حاجه 2 consecutive numbers. يعني ايه؟ ايوه، رقمين ورا بعض. يعني ايه رقمين ورا بعض؟ زي 2 3 دي ريشيو، دي خلاص كده حاره سد. يعني ايه حاره سد؟ يعني ما اقدرش اكمل المساله، عمرها ما هيبقى فيها سمبليفاي اكتر من كده. لو قلت 6 to 7 حاره سد، قلت 100 to 101 حاره سد، 99 to 98 حاره سد، تمام كده؟ طيب ده اول حاره. الحاره الثانيه ان انا الاقي نمبر كام في اي ترم من الريشيو. يعني 1 2 اي حاجه او اي حاجه 2 1 بقت حاره سد، ما تكملش. الحاره الثالثه 2 برايم نمبرز، اي رقمين برايم اعرف على طول ان هم حاره سد. زي ايه؟ ايه الارقام البرايم؟ ال2 ال3 ال5 ال7 ال11 ال13 ال17 ال19 ال23 29 ال27. لا، ال27 في تيبل 3 وفي تيبل 9 وفي تيبل 27 وفي تيبل 1، تمام، اند سو اون. دول كده 2 برايم نمبرز، اي رقمين تلاقيهم من دول. يعني انت خدت مثلا ال5 مع ال19 اهو رقمين برايم، حاره سد على طول، ما تكملش المساله. طيب اخر حاره اللي هي ايوه رقمين مش في نفس الايه؟ التيبل. يعني ايه؟ زي ال8 مثلا وال3. ال8 وال3، هل ال8 وال3 الاثنين في نفس التيبل؟ يبقى ده معناه ان هي حاره سد، وحاره سد معناها ان انا خلصت المساله وما بكملش، ودي بقت بالنسبه لي هي السمبلست فورم. طيب النهارده بقى هنبدا نعمل ايه؟ طبعا احنا خدنا برضو الكلام ده المره اللي فاتت لما قلنا مثلا لو انا عندي 2 نمبرز الريشيو اللي ما بينهم 3 2 5، فده الفيرست نمبر وده ايه؟ سكند نمبر. لو قلت لك ذا جريتست نمبر، يعني ايه جريتست؟ الرقم الكبير ب 50، يبقى هتيجي تحت ال 3 ولا تحت ال 5؟ تحت ال 5 وتحط كام؟ وتيجي هنا تحط اكس مثلا انون، وتقعد تعمل بقى كومبير، شوف ايه اللي حصل فوق وقلده تحت، ايه اللي حصل لل 5 عشان تبقى 50؟ باي 10. فعملنا ايه هنا؟ باي 10. ف 3 باي 10 تبقى كام؟ وبقينا بالطريقه دي نقدر نحل كل المسائل. وكمان لو انا جيت قلت لحضرتك
الريشيو ما بين الفيرست نمبر والسكند نمبر 227 خلاص. وذير سم ايكوال مثلا 90، فانا هعمل ايه؟ هحط ال 90 دي تحت ال 2 ولا تحت ال 7 ولا ده ولا ده؟ لان ده عباره عن ايه؟ السم. فانت محتاج خانه جديده اسمها ايه؟ السم. تحط تحتها هنا 90؟ لا هنحط 9. ليه جبنا ال 9 منين؟ عشان انا لما اجمع ال 2 وال 7 مع بعض هيدوني كام بارت؟ 9 بارتس. خلاص ده اللي هو التوتال بالنسبه لي. وتحت ال 9 هحط ايه؟ 90. وابدا بقى احط مثلا اكس وواي وابدا ادور ايه اللي حصل هنا وهنا. ايه اللي حصل؟ باي 10. يبقى هنا تبقى الاكس 70. ايه اللي حصل؟ باي 10. يبقى هنا باي 10 تبقى 20. وكده انا جبت الفيرست نمبر والسكند نمبر. ومن خلال الكلام ده بدانا نفهم ايه العلاقه اللي بتربط كل ده ببعض. يعني مثلا لو انا قلت لك ان الفيرست نمبر الرقم الاولاني ب 20 والسكند نمبر ب 70 اللي انت جبتهم لي، لو انا عايز اجيب الايه؟ الصم بتاعهم، اعمل لهم بلس 90 زي ما هو قال. ده مش كده وبس، لو جيت تجيب الريشيو ما بين الفيرست والسكند حطيت 20 تو 70 وحبيت انت تعمل سمبليفاي، هتعمل ديفايد كام؟ عشان تطير ايه؟ ايه اللي اتبقى؟ 2 اللي هي مين؟ المساله اللي هو مديهاني اساسي. فده معناه ان الارقام اللي انا بجيبها دي مش ارقام وخلاص، دي ارقام بتحقق كل حاجه انت طلبتها مني في المساله. في مشكله في الكلام؟ طيب نشوف كده الجزء اللي هنتكلم عليه النهارده بقى اسمه ايه؟ اسمه equivalent ratios in a table. طيب ما احنا خدنا كلمه equivalent ratio بس ما خدناهاش جوه الايه؟ التيبل. بصوا بقى ركزوا كويس عشان الموضوع هنا هيبدا يعني يرخم سنه بسيط، فركزوا عشان تفهموا. الاول لو قلت لك a box contains 6 pencils the following table show the number of pencils in boxes. لو انا اشتريت 2 boxes فهلاقي جواهم كام بنسل؟ ليه؟ عشان البوكس الواحد فيه كام؟ 6. يبقى بوكسين. طب 3 boxes 4 boxes يبقى في كام بوكس؟ يبقوا ب 30. وخد بالك عشان انا متاكد من الذكاء الفطري اللي عندكم، 2 3 4 يبقى دي 5. طب ما اللي جاي 10 يبقى ممكن الرقم ده ما يبقاش 5. طب ركز في الحته دي عشان عارف في ناس بتمشي كده بالعرض، يقول لك 2 3 4 يبقى اللي جايه 5 وهي تطلع 7 او 8 او ممكن تبقى 1 اساسا. فانت ما بنمشيش كده، احنا بنبص ايه اللي خلى 2 تبقى 12؟ عملت لها باي كام؟ فهنا هعمل وهنا وهنا، بس ثاني انا مش عارف، فممكن امشي بالشقلوب واعمل يعني اللي بعمله فوق بالباي بعمله تحت بال ديفايد. طب ماشي يبقى ده معناه 30 هعمل لها ديفايد كام؟ 6. 30 ديفايد 6 ب 5. طب هنا برضو بعمل باي كام؟ يبقى انا لو عايز اخد اي رقم من فوق انزله تحت هخليه يعدي على البالونه دي، وهو بيعدي على البالونه هيتعمل له تايمز 5. طب لو في نمبر تحت عايز اطلعه فوق هخليه يعدي على البالونه دي اعمل له ديفايد كام؟ معلش معلش. طب شفتوني كتبت حاجه غلط ما تنطقوا، انتوا مستنيين ليه؟ ده بعد ايه؟ بعد ما خدنا بالنا ان هنا 6 وهنا كنا كاتبين 5. ها يبقى هنا الاجابه ان الايه ايكوال 5. طيب ال 10 اما انزلها لتحت اعدي على البالونه دي ولا دي؟ الناحيه دي اللي هي فيها الباي. 10 باي 6 ايكوال 60. فهو كان طالب منك الفاليو بتاعت الايه والفاليو بتاعت البي. طيب تعال نشوف بقى، هو هنا بيقول لك بيشرح لك بقى الكلام اللي احنا عملناه. The number of pencils in each case is resulted from بتنتج من خلال multiplying the number of corresponding boxes by كام؟ يعني بتاخد البوكسز تعمل لها باي 6 زي ما انت عملت كده. طب لو عايز تعكس وتجيب ال number of boxes in each case is resulted from dividing the number of corresponding pencils by 6 يبقى عكس الباي ديفايد. تعالوا نشوف هنا التيبلز اللي قدامي دي كلها ريشيو، كلها ريشيو خلاص. طيب الريشيو هنا ما بين مين ومين؟ 2 1. طيب هي ايكوال ايكوال كام تو 2؟ 4. طب 8 تو كام؟ 4 برضو؟ ها 4. طب كام تو 9؟ يا راجل يا نص كم 18. طب 15 تو كام؟
7.5 وممكن اكتبها 7 and half عادي fraction او mixed. طب كام to 27؟ 54. بصوا بقى ايه اللي بيخليكوا تغلطوا؟ ان انت فاكر ان انا دايما بجيب النص في اي حته. لا بص هنا انا عملت ايه؟ عشان انزل تحت اي رقم 2 divide 2 1 4 divide 2 ب 2 8 divide 2 4 18 divide 2 9 15 divide 2 7.5 54 divide 2 27. طب لو عايز تمشي بالشقلوب هتعمل ايه؟ باي 2. يبقى اول حاجه انا اتعلمتها من الجزء ده ان الرقم اللي هنا هو هو اللي هنا بالظبط، بس مش في كل الانونز اللي انت حاططها لي بعمل باي او اعمل ديفايد. ممكن مره اعمل باي وممكن مره اعمل ديفايد. طيب المعلومه الثانيه، هو انا جبت منين ال2 دي؟ يعني لو انا اللي شلتها لك هتعرف انت تجيبها؟ اه انا بدور على حاجه اسمها الكومبليت ريشيو. انا همسح لك اللي احنا كتبناه. يعني ايه كومبليت؟ كامل. ريشيو اللي هو الشكل بتاعي، صح؟ مين الكومبليت ريشيو؟ هي دي. دي اشمعنى دي؟ دي الوحيده اللي موجوده فوق وتحت. بص كل الارقام في حاجه ناقصه، في انون، يبقى دي الكومبليت ريشيو. ازاي ال2؟ لو جبنا بتاعه الباي دي ممكن باي لا، هي يا باي الريشيو ما بتمشيش غير ايه؟ مش ده ايكوفالنت؟ الايكوفالنت بيمشي بالبلس والماينس؟ لا، يعني انا ينفع مثلا اروح كاتب لك دلوقتي ريشيو كده 2 اوفر 7، تروح انت مزود لي 1 هنا تبقى 3 وتزود 1 هنا تبقى 8، هل دي ايكوفالنت لدي؟ لا، لكن بتمشي بالايه؟ يا باي يا ديفايد. فهي يا اما باي يا اما ديفايد. انت بقى وظيفتك انك تجيب لي الرقم اللي انت بتعمله. خلي بالك ان الباي والديفايد هو نفس الرقم، فاللي انت هتجيبه هنا هتكتبه هنا. بص بقى اسهل طريقه عشان تعرف تحل بيها المساله، ركز. شايف الفراكشن ده؟ ده ايه؟ 2 ديفايد بكام؟ بس تمام. ها 2 ديفايد 6 بكام؟ بثرد. صباح الفل. 2 ديفايد 6 بثرد 3 ازاي؟ هي 6 ديفايد 3 6 ديفايد 2 هي اللي ب 3، لكن 2 ديفايد 6 لو حبيت تعملها سمبليفاي ديفايد 2 ب 1 ديفايد 2 ب 3 بقت كام؟ ثرد. ايوه، يعني اعمل ايه؟ اعمل باي ثرد؟ اه هي باي 3، لكن لو انا هعمل لها بالشقلوب اه يبقى ديفايد. هنا بقى هكتب كام؟ 3. يبقى ركز، انت بتشوف السهم بتاعك ايه اللي خلى ال 2 تبقى 6؟ عملنا لها باي كام؟ باي 3. لكن لو السهم ده كان ماشي كده ومكتوب عليه باي، مكتوب عليه باي، كنت هتضطر تخليها ثرد. تاني اهي ال2 اعمل لها باي كام تبقى ايكوال 6؟ 3. عشان كده انا وانا نازل تحت عملت باي 3، وزي ما بعمل باي 3 بعمل فوق ديفايد 3. تعال نكمل ال5، باي ولا ديفايد عشان تنزل تحت؟ تبقى طيب 4 اند هاف اعمل لها ايه؟ اعمل لها ايه؟ باي 3. طب تعالى على جنب كده افكرك احنا كنا بنعمل ايه. 4 اند هاف باي 3. انا كنت قدامي طريقه من الاثنين، الطريقه الاصعب ان انا احول ده من ميكسد 4 باي 2 8 زود 1 بقت 9 اوفر 2 باي 3. وبعدين كنا بنحط اوفر 1 ونعمل باي باي عشان ما فيش سمبليفاي. طيب 9 باي 3 27 اوفر كام؟ وبعد كده ده ايه؟ امبروبر. هنحوله لايه؟ بص اللفه السوداء، ها ال 27 جواها كام؟ 2 باي 13 ب 26 وريميندر 1. دي طريقه طويله قوي. طب كان في طريقه ثانيه اسرع، كان اسمها طريقه الديستريبيوشن. هنكسر ال 4 اند هاف ل 4 وهاف. ال 4 هكررها كم مره؟ والهاف واعمل لهم دول بكام هول؟ ب 12، ودول 1 اند هاف. طب اعمل لهم بلس 13 اند هاف بس. وخلي بالك دي انت بتعملها منتلي عقليا، يعني بدماغك كده، مش لازم تقعد تكتب كل اللي انا كتبته. انت فاهم ان 4 اند هاف لو اتكررت ثلاث مرات هتطلع لي 13 اند هاف. طيب
هنا ال 45 تطلع فوق ازاي؟ باي ولا ديفايد؟ هعديها على الديفايد. 45 ديفايد 3 15. 1.2 باي ولا ديفايد؟ باي. باي كام؟ 3. فاكر كنا بنعمل ايه؟ شيل اعمل حط شيل البوينت بقت 12. 12 باي 3 ب 36. حط البوينت هنا بقت ايه؟ 3.6. هنا ال 10 اطلعها فوق ازاي؟ ديفايد 3. 10 ديفايد 3. ايوه صح، هي 10 ديفايد 3 ما هي هي 3 ثرد. صح كده؟ انا حولتها من ايه لايه برضو؟ من امبروبر لميكس، اللي هو ال 10 جواها كام؟ 3 والريميندر 1. 1 اوفر كام؟ 3. طيب السؤال ده امور وده عسل ده هباب ليه؟ فكر. ده عايز اعمل ديفايد بتاعي. طب انا هقول لك على حاجه جميله خالص، انت عارف انك تقدر تحل المساله كلها من غير ما تبص هنا؟ فكر. ايه؟ الفايف هتبقى 10. عملت ايه يا ريماس؟ اه الريشيو هنا عملنا كده باي 2، فهنا ايه ده يا مستر؟ يعني انا اللي ينفع اعمله تحت اعمله بالجنب كمان؟ اه عادي. طب هنا باي 3 يبقى هنا تبقى 15. طب هنا يبقى هنا تبقى كام؟ هنا يبقى فوق تبقى كلام جميل. انت خلصت التيبل بس لسه ما عرفتش مين الرقم. ليه يا محمد قلت 2 اند هاف؟ يعني اكتب هنا 2 اند هاف وهنا 2 اند هاف صح؟ ها؟ شور 2 اند هاف عشان ال 4 ال 8 فيها 2 8 فيها 4. طب انا اريحكم احنا قلنا نعمل ايه؟ قلنا بتيجي عند البالونه بتاعت مين؟ الباي. وتقرا المساله الفايف عايزه تبقى 2، ازاي الفايف اعمل لها باي حاجه تبقى 2؟ فاكرين سنه خمسه احنا كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول ان في مشكله هنا في مين؟ في الفايف. طب ما تيجي تحط فراكشن وتحط ايه تحت؟ عشان ايه اللي يحصل لهم؟ وايه اللي يتبقى لك هنا؟ تاني السؤال ده كان موجود في سنه خمسه ابتدائي زي ما هو احنا شرحناه وكان برضه رخم. اقول لك تاني، لو انا قلت لك دلوقتي مثلا 3 اوفر 5 باي حاجه تديني 9 اوفر 10 مثلا. السؤال ده لما كان بيجي في سنه خمسه كنا بنعمل ايه؟ بنفكر 3 باي كام تديني 9، كنا بنكتب 3. 5 باي كام يديني 10 2، فدي الاجابه صح. طب لو انا دلوقتي اديت لك سؤال تاني وقلت لك 3 اوفر 5 باي حاجة ايكوال 3 بس، طب انا هعمل ايه؟ هلاقي ناس تقول لي يا مستر طب ما هو 3 باي 1 ب 3، طب ال 5 دي ازاي ما بقتش موجودة؟ فالحل ان انا احط ايه هنا؟ عشان اعمل سمبليفاي واطير مين مع مين؟ ال 5 مع ال 5، فايه اللي اتبقى؟ 3. فاللي مضايقك حطه في المكان العكسي، لو هو نيوميريتور حطه دينوميتور عشان يطيروا، لو دينوميتور حطه نيوميريتور. تعالى تاني بقى، احنا كنا عايزين نخلي ال 5 تتحول تبقى كام؟ فايه الحل؟ موت ال 5 صح؟ وبعد ما تموت ال 5 هنا مين اللي اتبقى؟ انت عايز مين اللي اتبقى لك؟ ال 2. يبقى الاجابه ايه؟ 2 اوفر 5. يبقى انا دلوقتي لما امسك اي فراكشن او اي هول من دول اعمل له باي كام؟ 2 اوفر 5، هلاقي الاجابه هتطلع للرقم اللي فوق. تعالى نجرب. نجرب الكلام ده صح ولا غلط، عايزين تختاروا مين من دول مثلا؟ تعالى ناخد ال 25، ماشي؟ هناخد ال 25، احنا قلنا هنعمل له باي كام؟ 2 اوفر 5. انت بتقول لي ان هي هتطلع بكام؟ هجرب، ها؟ ايه اللي يحصل؟ 5 ديفايد 5 1، 25 ديفايد 5 5 باي 2 10. تمام؟ يبقى الطريقة دي بتخليك تحل أي مسألة. لو انت عايز تتاكد بص هنا، دي كام اهي قدامك؟ 2 اوفر 5. دي كام؟ حطها على طول في البالونه بتاعه الباي.
2 اوفر 5 زي ما هي. تمام؟ بس بشرط يبقى السهم جايب الشقلوب ما يبقاش جايب العدل. خلاص؟ يبقى انت لو عايز انت تطلع الحل بسرعه من غير ما تقعد تفكر كل التفكير اللي احنا قلناه، اسهل طريقه شايف سهم الباي اقراه بالشقلوب. اقراه بالشقلوب، هو ماشي منين لفين؟ من تحت لفوق، انا هقراه من فوق لتحت، يبقى كام على كام؟ 2 اوفر 5. هنا فين سهم الباي؟ اهو منين لفين؟ من فوق لتحت، انا هقراه من تحت لفوق، يبقى كام ديفايد كام؟ 6 ديفايد 2 تطلع لك 3. هنا فين سهم الباي؟ اهو من تحت لفوق، انا هعمله مين اللي فوق؟ 2 ديفايد تديني، يبقى الاجابه 2. دي اسرع طريق اهو. تيبل بسرعه، تيبل اهو اي حاجه بس مش هنكمله كله. 3 7 هنا ديفايد، هنا باي. ها هكتب كام؟ 7 اوفر 3 ولا 3 اوفر 7؟ احنا قلنا بنعمل ايه؟ بنعكس السهم بتاع الباي. فين سهم الباي؟ من تحت لفوق، يبقى انا هقراها يعني كام؟ 3 اوفر 7. فحضرتك هتكتب هنا 3 اوفر 7 وهنا 3 اوفر 7. فلو انا اديت لك دلوقتي 14 تعمل ايه في ال 14؟ لا احنا خلاص فهمنا اللعبه، احنا نقدر احنا نكمل التيبل براحتنا، بس لو انا هعملها بقى بالستبس اللي هو عايزها اعمل ايه؟ همسك ال 14 اعمل لها باي ولا ديفايد؟ انت عايز تطلعها فوق يبقى هتعديها على البالونه دي. باي، باي كام؟ 3 اوفر 7. قول لي يلا ايه اللي هيحصل؟ ال 7 وال 14 هنا 1 وهنا 2 باي 3 بس يا سيدي. لكن انت اساسا عارف انك طالما عملت هنا باي 2 هتعمل هنا، بس كل العذاب ده انا بتعذبه عشان اجيب النمبر اللي جوه البالونه اللي بيتعمل له باي او بيتعمل له ديفايد. فهمتوا الفكره؟ تمام؟ هي رخمه شويه بس من كتر الحل عليها او التعود هتلاقي الموضوع سهل. اهم حاجه تخرج من الحصه فاكر الكلمه، بتجيب الرقم ازاي؟ بشقلب الباي، بشقلب سهم الباي. اتفقنا؟ طيب تعالوا بقى بعد ما خلصنا الجزء ده نشوف دلوقتي مسائل سهله خالص. complete the equivalent ratio. اول سؤال هاتيها بسم الله. ايه اللي حصل فوق؟ باي 3 يبقى تحت فهتبقى 24. عمر السؤال اللي بعده، ايه اللي حصل فوق؟ يبقى هعمل تحت تبقى 12. ايه اللي حصل فوق؟ يبقى تحت بقى كام؟ اسحب البتير، البتير ما تقعدش تاكل في صوابعك، ركز يلا. ايه اللي حصل فوق؟ مش عارف. طب ايه اللي حصل تحت؟ ديفايد 7، يبقى هعمل فوق ديفايد 7 فتبقى 5. ايه اللي حصل فوق؟ باي 2 فتحت تبقى 24. ايه اللي حصل فوق؟ مش عارف. طب ايه اللي حصل تحت؟ لا هنعملها باي، هي هتبقى 15. توماس ريح دماغه، حتى هو بيقولها هو قرفان كده، تحس انه زهقان من اللي احنا بنعمله. يا مستر ما احنا عارفين ان البيتزا بتاعتي متقسمه كام بارت، وانت عايز تاكل كام بيتزا، يبقى انت خلصت كام بارت؟ 15. مش العلامه بتاعت الفراكشن دي معناها ديفايد؟ يبقى كام ديفايد 5 ايكوال 3؟ اهي كام ديفايد 5 ايكوال 3؟ اقراها بالشقلوب 3 باي 5 15. تمام؟ بس ما تبقاش متضايق قوي كده يا توماس، معلش يعني ما تحسنيش ان انا اللي بعمله ملوش قيمه يعني. ده حقيقي، كتر خيرك كتر خيرك. فرد شبشب. A runner covers 8 kilometers in 2 hours. Find the distance he cover in 4 hours at the same speed. كلام جميل، برافو عليكم. انا عايز اكتبها بقى بالخطوات. هنعمل ايه؟ اول حاجه تعال نشوف احنا بنعمل كومبير ما بين ايه وايه. ايوه الديستنس والتايم، صح؟ المسافه اللي الولد مشيها والايه؟ الوقت اللي هو استغرقه. هو جري مسافه قد ايه؟ 8 كيلومتر في وقت قد ايه؟ 2 hours. طيب كمل بقى. Find the distance، هات لي الديستنس unknown، حطيت مكانها اكس. He covers in 4 hours، يبقى احط هنا 4 hours وابدا اشوف ايه اللي حصل. ها ايه اللي حصل لل 2 عشان تبقى 4؟ يبقى هنا فده معناه ان الاكس ايكوال 16 كيلو متر.
طيب شوف السؤال اللي بعد. بيقول لي احمد بوت 3 كيلو جرام اوف بانانا هي بيد 45 ال اي. طب يبقى ده معناه ان انا بقارن ما بين ايه وايه؟ النمبر اوف كيلو جرامز وكمان البرايس السعر. هو اشترى كم كيلو؟ 3، دفع 45. تمام، يبقى ده كده ريشيو ما بينهم هما الاثنين. طب ايه الخطوه اللي جايه؟ هو بيسالني بقى هاو ماتش ماني داز هي باي تو باي 6 كيلو جرام. يبقى احط هنا 6 وهنا ايه اللي حصل؟ باي 2، يبقى تحت. فده معناه ان الواي ايكوال 45 باي 2 ايكوال 90 ال اي. يبقى هو هيدفع كام؟ 90 جنيه. الطريقه دي جميله قوي بس ما بتجيبلكش سعر الكيلو، صح؟ كلام. لا انا بسال سؤال بس، انا بسال، افهموني، انا بسال سؤال، هل الطريقه دي جابت لك سعر الكيلو جرام الواحد كام؟ طيب الطريقه اللي فوق هل جابت لك؟ انا عارف ان انت تقدر تجيبها، انا بسال سؤال، هل الخطوات اللي انت مشيتها جابت لك انت سعر الكيلو الواحد كام؟ لا. نعم، لو بشتغل عرض هجيبها بمعنى 3 باي كام يديني 45. برافو عليك، دي طريقه. في طريقه تانية بقى اللي هناخدها دلوقتي، بس انا عايز اركز على حاجه هنا. هل حضرتك عرفت الاستاذ اللي بيجري ده بيجري كام كيلو في الساعه الواحده؟ لا. ما هنا 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 تعرف؟ لا. خلاص، ما انا ممكن اجيب لك مساله تبقى رخمه شويه كارقام، بس انا بوضح لك انك عرفت تحل المساله من غير ما تقدر تجيب الساعة الواحدة أو الحاجة الواحدة قد إيه. فالدرس اللي جاي هيبقى مسؤول عن إيجاد الحاجة الواحدة. أنت بتشتري 3 كيلو برتقال، دفعت 45 جنيه، يبقى الكيلو الواحد بس. تقدر تطبق الكلام ده على أي عدد من الكيلو جرامز أنت هتجيبه بعد كده. لو قلت لك هات لي 100 كيلو هتعمل 100 باي 15. تمام؟ على حسب الكيلو جرام الواحد هيبقى بكام. طيب تعال نشوف القصة اللي هنشتغل عليها. طبعا دي اسهل بكتير جدا من الطريقة اللي فاتت، بس في الاول هتبقى محتاجة تركيز. اسمها Representing Ratios with State Diagram. ايه اللي هيحصل؟ قال لك بص يا سيدي، احنا هنمثل باستخدام السكويرز او الريكتانجلز. كل الريكتانجلز ايكوال بالنسبة لي اللي انا هرسمهم. بيقول لي Represent the following ratios by State Diagram. كام تو كام؟ بص كده الصعوبة، 3 to 2. صعبة أوي. طب 1 to 3. 1 to 3. طب 5 to 8. بجد هتبقى 5 to 8 تاني؟ الله أكبر عليكم. يعني إيه بقى 5؟ يعني إيه 5؟ يعني 5 ريكتانجلز. خلاص؟ تمام. اسمعني عشان الحتة دي هتبقى مهمة وإحنا بنشرح. دول كده 5، عايز ترسم ايه كمان؟ 8. فتعالى ناخد دول نكررهم مره كمان تحتهم عشان يبقى قدهم بالظبط، وابدا اكمل لحد ما اوصل لل 8. في مشكله كده؟ طيب اسمعني بقى لو سمحت، ركزوا في الحته اللي هقولها دي. هو يعني ايه 5 to 8؟ تعالى لا 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 لا، سيبك من ان هنا دي بيتزا. انا مش بقول ان ده فراكشن عشان ما حدش يقول لي 5 to 8 معناها ان دي بيتزا متقسمه 8 قطع وانا اكلت 5. لو انا عايز اكتبها كده كنت هكتبها ريشيو كذا اوفر كذا، او اسف فراكشن، وهتعامل معاها بالشكل ده. لكن انا بتكلم على الريشيو دلوقتي. يعني ايه 5 to 8؟ يعني لو افترضنا ان احنا بنتكلم على صبيان وبنات، فكل 5 صبيان قصادهم 8 بنات. كلام جميل. خلي بالك ان البوكسز دي بتعبر فيجوالي بالرؤيه كده عن اللي انا قلته. اهو 5 حاجات مع الصبيان، 8 مع البنات. طب افرض انا قلت لك دلوقتي ان كل بوكس عند الصبيان فيه 3 بويز، 3 صبيان، كل بوكس فيه 3. تقدر تقول لي كل بوكس في البنات قد ايه؟ بص معايا، اسمعني اسمعني عشان تفهم. انا بقول لك هنا كل بوكس هنا فيه 3، ده يخليك تقول ان كل بوكس عند البنات فيه كام؟ 3. لازم 3.
ازاي يا مستر ثلاثة؟ ده الاثنين مختلفين، دي 5 تو 8. ما هو انت لو ركزت هتلاقي ان كل البوكسز مالها. ده معناه ان النمبر اوف بويز دلوقتي بقوا كام؟ 15. طب والنمبر اوف جيرلز بقوا كام؟ 24. انت قصدك ان الريشيو اللي ما بينهم لما تيجي تعملها سمبليفاي هتعمل ديفايد 3، فهنا 5 وهنا 8. اه اللي انا جبته ده اسمه ايتش بارت. اسمه ايه؟ يعني ايه ايتش بارت؟ كل جزء. التلاتة. لا انا اللي قايل لك، انا اللي قايل لك ان هنا 3، انا اللي قايل لك في المساله. هتشوفي دلوقتي ازاي. بصوا هنا السؤال بيقول لي ذا ريشيو اوف ريد بنز تو بلو بنز. خد بالك ان انت بتعمل كومبير دلوقتي ما بين الايه والايه، ريد والبلو، كام تو كام؟ هنعمل ايه؟ هنرسم في الريد كام بوكس؟ 2، وفي البلو 5. وطبعا احنا متفقين ان كل بوكس قده واحد فوق، كل البوكسز دي قد بعض. ماشي، ايه الخطوه اللي جايه؟ اقرا بقى عشان تقدر تعرف كل بوكس من دول فيه كام. If there are 35 ايه؟ في 35 بلو، عايز تعمل لهم ديفايد على كام بلو بوكس؟ يبقى 35 ديفايد 5 ايكوال 7. يبقى البوكس الواحد فيه كام؟ البلو ولا الريد؟ الاثنين. الاثنين. امال احنا بنقول ايه؟ احنا عارفين ان البوكسات كلها قد بعض، يبقى كل بوكس هنا فيه 7 7 7 7 7 7. اقرا بقيه السؤال. هاو ميني ريد بنز؟ في كام ريد؟ عملت ايه عشان تجيب الريد؟ 2 باي 7 ايكوال 14. الهنت اللي هنا اللي احنا لسه قايلينها اللي انتوا غلطتوا فيها، ايتش بوكس ريبريزنت ذا سيم فاليو، كل بوكس لازم يبقى فيها نفس القيمة عشان ما حدش يتلخبط. شوف السؤال اللي بعده، هو ماشي لك نص السؤال قايل لك الريشيو بتاع البويز تو جيرلز ان 6 برايمري از 3 تو 5. يبقى ده معناه ان كل 3 من البويز قصادهم 5 من الجيرلز. If there are، ركز قوي في دي، 20 more girls than boys. طب هسألك سؤال، ال 20 دول هم عدد البويز ولا الجيرلز؟ غلط. برافو عليك يا عمر. الفرق اللي ما بينهم، هو قال لك ده عدد الصبيان؟ لا. عدد البنات؟ لا. قال لك ده ايه؟ عدد البنات اللي زياده عن الصبيان. اقرا كده كويس، 20 more girls، عدد البنات 20 اكتر من مين؟ من البويز. طب قول لي بقى ال 20 دول بتوع ايه هنا؟ انهي بوكسات؟ البوكسين اللي في الشارع دول. ما هو انت كده لو جيت دلوقتي سويت النمبر اوف بويز مع النمبر اوف جيرلز هتروح قاطع من هنا، صح؟ مش دول قد بعض؟ مين الزياده؟ البنات زادت قد ايه عن الولاد؟ التو بوكسز دول. يبقى التو بوكسز دول بكام؟ يبقى كل بوكس، يبقى ده معناه ان انا وانا بحل انا اتاكدت ان كل بوكس هنا هيتحط فيها كام؟ سواء اللي فوق او اللي تحت، بويز او جيرلز. اقرا كده السؤال، هو عايز ايه؟ بيقول لك How many total students are there in 6 primary؟ عايز التوتال. التوتال هم كام بوكس؟ أنا بسأل دلوقتي على البويز ولا الجيرلز؟ الاثنين. يبقى التوتال ايكوال نقط بوكسز. كام بوكس؟ 8. اللي هم مين ومين؟ ال 3 اللي في البويز وال 5 اللي في الجيرلز. طب وإيه الخطوة اللي جاية؟ اه يبقى الـ number of students equal 8 by 10 equal 80. ده عدد مين؟ الصبيان والبنات. خد بالك ان انا هنا استخدمت كلمة الديفرنس بسبب وجود كلمة ايه؟ مور. مور دي معناها زيادة، والزيادة معناها فرق. لما اقول مستر عبد الرحمن معاه 10 جنيه وانت معاك فلوس اقل من مستر عبد الرحمن ب 2 جنيه، يبقى انت معاك كام؟ 8 جنيه. جبت ال 8 دول منين؟ ماينس. مع ان انا قلت لك كلمه ايه؟ زياده او مور ذان. خلاص؟ فاي حاجه فيها زياده او نقصان تقدر تشتغل بيها بالماينس او بالديفرنس براحتك. فهمتوا الفكره؟ طيب نشوف السؤال اللي بعده. سؤال ليه علاقه
لا ما تقوليش كده يا رماس، مش قصدي كده، انا مش قصدي ان السؤال ليه علاقه بيكوا يعني. The ratio of small dogs to tall قصدي large dogs، لا مؤاخذه يا رماس، to large dogs at the dog show is كام تو كام؟ 5 to 4. دلوقتي هو بيتكلم على ايه؟ لا مش رماس، يخرب بيت سنينكم يا جماعه، عيب الكلام ده ما ينفعش. ها السمول دوجز واللارج دوجز كام تو كام؟ مين اللي 5؟ السمول واللارج الفول. هو راسم ال5 والفول، بيقول لي if there are 27 dogs in the، طيب هو حدد دلوقتي ال27 دول بتوع مين؟ السمول ولا اللارج؟ يبقى ايه الحل؟ هو انا عندي كام بوكسز؟ يعني ال27 دول انت هتقسمهم على مين؟ السمول ولا اللارج؟ الاثنين. يبقى هنا في كام؟ ايوه 9 بوكسز، يبقى هناخد ال27 ديفايد ال9 تديني 3 دوجز سواء كانوا بالظبط. يبقى هنا 3 3 3 3 3 نفس الكلام. اقرا بقى السؤال، هاو ماني ايه؟ هاو ماني لارج دوجز؟ ليه 3 باي 4 تديني 12 دوجز؟ شوف السؤال اللي بعده، ركز كويس عشان ده سؤال وده سؤال تاني. بيقول لي if the ratio between cats and dogs in a street is 3 to 1 and you know that the number of dogs is، عدد الدوجز كانوا 4، complete the chart اللي هو التيب دياجرام، use the first two empty boxes to show what each tape represent. يعني قول لي هنا بنعبر عن ايه وهنا بنعبر عن ايه. الايه النمبر اوف كاتس صح، والبي النمبر اوف دوجز. طب ايه كمان؟ قال لك يوز ذا ثيرد امتي بوكس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تاني كده من هنا، يوز ذا ثيرد امتي بوكس تو ديفاين ذا فاليو ذات وان بلوك ريبريزنت. الوان بلوك، البلوك ده بيعبر عن ايه؟ ايوه كام؟ غلط، 4. مش هو قايل لك ان في 4 دوجز؟ طب انت عندك كام بوكس للدوجز؟ 1. مش هو قايل لك 1 اهو؟ يبقى ال1 ده فيه كام؟ وده يخليني اقول ان الكات 4 4 4، وده يخليني اقول ان النمبر اوف كاتس بقوا 12 لما كان النمبر اوف دوجز 4. صعبه؟ لا. طيب بص هنا بقى، ده سؤال تاني ملوش دعوه باللي فات. بيقول لي complete the opposite table by the same ratio between number of cats and number of dogs. ال 6 الكاتس كانوا كام؟ الدوجز اكس، مش عارف. طب الكاتس واي، الدوجز 5، الكاتس 24، الدوجز 6 باي 2. انت فاكر الريشيو اللي فاتت كانت كام تو كام؟ 3 تو 1. يعني ايه 3 تو 1؟ يعني كل من قصادهم، كل 3 من الكاتس قصادهم 1 دوج. طب لو خليتها 6 في الكاتس، 6 في الكاتس تبقى 2، لانك عملت هنا باي 2 فهتعمل هنا باي 2، يبقى انا كده جبت الفاليو بتاعت الاكس طلعت بكام؟ ب 2. طيب لو خليت الدوجز 5 تحت الدوجز اهو هحط 5، يبقى هنا ايه اللي حصل؟ باي 5. وزي ما عملت باي 5 ها 15، يبقى ده يخليني اقول ان الواي ايكوال كام؟ 15. طب تعالى نشوف الزد، الكاتس بقوا 24، ايه اللي حصل؟ باي 8. يبقى هنا تبقى، يبقى الزد ايكوال 8. تمام. انت كده حليت بايه؟ حليت بالبوكسز ولا لا؟ كده لا، كده انت حليت بالريشيو العاديه. انا عايز اعرفك دلوقتي ان الطريقتين بقوا زي بعض. انت عارف دلوقتي ان انت لو عندك 6 كاتس هل تقدر ترسمهم هنا بالشكل ده؟ اه. هترسمها ازاي؟ 2 2 2 هتقسمهم 6 ديفايد 3 ايكوال 2، يبقى كل بوكس هنا ب 2، يبقى ده بكام؟ ب 2 اهو الاكس ب 2. طب لو انا عندي الدوجز ب 5 يبقى ده 5، يبقى ده 5 5 5، فبقت 15. طب لو انا عندي النمبر اوف كاتس 24 هتقسم ال 24 6 اسف 8 و8 و8، يبقى دي كمان 8. طيب الطريقه الاخيره عشان نبقى خلصنا الليسون ده كله هي طريقه اسمها الدبل نمبر لاين. يعني ايه دبل نمبر لاين؟
انا عارف ان النمبر لاين ليه حاجه اسمها سكيل. يعني سكيل مقياس او طريقه بنط بيها من النمبرز لبعض 0 1 2 3. انت دايما بتمشي هنا السكيل بتاعك كام؟ 1. خلاص خلي بالك ان الكلام ده مش لازم يبقى صح طول الوقت. انا ممكن كمان ان انا اخلي السكيل بتاعي يمشي بال2 لو انا عايز امشي اسرع شويه 0 2 4 6 8. انت عمال بتمشي السكيل بتاعك بالكام؟ بال2. بس من الغلطات ان انا ما ينفعش اجي هنا واروح كاتب ايه؟ ليه؟ لان انا خليت السكيل كام؟ يا تمشي سكيل اوف 2 يا تمشي سكيل اوف 1 يا تمشي سكيل اوف 10 اللي انت عايزه. المهم تثبت السكيل بتاعك. ايه اللي هيحصل بقى؟ بص يا سيدي، شايف التو نمبرز لاين دول؟ احنا هنلزقهم في بعض. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هحط لحضرتك تو هوريزونتال لاينز. التو هوريزونتال لاينز دول بيعبروا عن الفيرست كوانتيتي والسكند كوانتيتي. بص كده، لو انا كاتب لك هنا 5 وهنا 8 تقدر تكمل؟ ايه اللي حصل فوق؟ برافو عليك. فوق بنمشي بال5، تحت بنمشي يبقى اللي جايه ها. فتعالى نتخيل كده ان لو انا بتكلم على النمبر اوف ايه والنمبر اوف اللي موجوده في المدرسه، فور ايتش 5 بويز ذير ار جيرلز، طب فور ايتش 10 بويز 16، فور ايتش 30. بص بقى انا لو مشيتها واحده واحده هي هي. ايه اللي حصل؟ انت ازاي وصلت لحد هنا؟ مش انت ماشي السكيل بتاعك 5 يبقى 5 باي 6 اديتني 30. طب انت هنا ماشي بسكيل بكام؟ 8 باي 6 48. لو رجعت تاني بقى 16 24 32 40 48 تمام. هنا هو هيبدا يستخدم نفس الكلام represent the table by the double number line، بيتكلم على الويت اوف اورنج ان كيلو جرام والتوتال برايس. ماشي، الراجل قصده ان كل كيلو بكام جنيه. فلو انا كتبت هنا هكتب ايه؟ الاورنج او النمبر اوف كيلوز او الويت اللي عندي بتاع الويت بتاع الكيلو جرامز، وهنا البرايس السعر. قول لي بقى الويت 1 2 مش ده، ثانية واحدة بس يا جماعة، ده سكيل. سكيل 1 2 3 4 5 خلاص. طب تحت البرايس السعر بيزيد بالكام؟ بال 15. اللي جاية 30 45 60 75. تمام خلصنا. اقرا بقى السؤال. Use the double number line to find the price of. ادي ال 3 كيلو جرام بكام؟ 45 LE، يبقى اكتب له 45 LE مع ان هي ما كانتش موجوده في التيبل. Use the double number line to find the way of orange that cost 90. فين ال 90؟ فين كملها بقى؟ اه هزود واحده كمان. فلما اجي ازود واحده كمان بقت 90، هزود مين فوق؟ 6. يبقى انا متاكد ان دلوقتي النمبر اوف كيلو جرامز اللي انا اقدر اشتريها باستخدام 90 LE كانوا 6 كيلو جرامز. السؤال اللي بعده. Time in seconds, distance in meters. ها ايه وايه؟ التايم والديستنس. التايم 1 2 3 4 5. الديستنس 4 8 12 16 20. انت فاهم ايه؟ ان انا لما مشيت 4 ثواني ده تايم. مشيت 4 ثواني او قعدت 4 ثواني ماشي، يبقى انا مشيت كام متر؟ 16 متر، لان دي اليونت اللي موجوده عندي. كلام مفيش اسهل منه. تعالوا نشوف اخر سؤالين عشان نبقى خلصنا ليسون 4 و5 مع بعض. If the ratio between what عمر saved to what ايمان saved was 3 to 4. عمر to ايمان. عمر بيمشي السكيل بتاعه ب 3، ايمان بتمشي بال 4، يبقى اللي جاي عند عمر 6 9 12 15. اللي جاي عند ايمان 8 12 16 20. if ايمان سيف 20 LE، لو ايمان حوشت 20 جنيه يبقى عمر will save 15.
If the price of 1 kilogram of orange is 15, 1 kilogram of orange بكام؟ 15 LE. يبقى ده معناه ال 2 30، ال 3 45، ال 4 60. What's the price of 4 kilogram؟ 60. وصلت كده الفكرة؟ ها؟ Lesson 6. Lesson 6 بيتكلم على comparing. نركز يا شباب. Comparing and analyzing ratios. Compare يعني مقارنة. Analyze يعني تحليل أو دراسة للريشيو. أنا فهمت كل حاجة عن الريشيو. وخليني أقول لك إن الـ probabilities of equivalent ratios، كلمة probabilities معناها مميزات أو خصائص، حاجات بتميز الريشيو. نص الحاجات أنت عارفها والنص التاني أنت مش عارف. تعال نشوف إيه اللي أنت عارفه. إحنا بنتكلم على إيه؟ equivalent ratio. أنا هسألك سؤال، دي كام؟ تقدر تجيب لي ريشيو equivalent ليها؟ كام مثلا؟ 4 to 10. تقدر تكمل؟ كام تو كام؟ 6. انت بتعمل ايه؟ هنا انت عملت باي 2 باي 2، وهنا باي 3 باي 3. صعبة؟ طب كرر نفس الكلام هنا. 8 to 88. ايوه، كام تو كام؟ 1 to 11. هي عملت ايه؟ ديفايد. خلصنا النص اللي احنا عارفينه. ايه النص اللي احنا عارفينه؟ اقرا كده، حتى هو كاتب لك كلمه ايه؟ ريمبر، افتكر. افتكر ايه بقى؟ ان if you multiply or each of the two terms of the ratio، التو تيرمز بتوع الريشيو، لو عملت لهم multiply او by the same non-zero number، بنفس الرقم اللي مش بيساوي زيرو، then the resultant ratio is to the، بس ولا اي حاجه. ده النص اللي انت عارفه. نيجي للنص الثاني، هيعرفك كلمتين او اسماء كتابه بس مش اكتر. ده ريشيو ايكوال او ايكوفالنت لريشيو ثانيه. طيب هل هو استخدم نفس الارقام ولا ارقام مختلفه؟ يبقى دول ايكوفالنت. خلاص. طيب قول لي بقى A اوفر B ملهاش طريقه كتابه ثانيه؟ A تو B ماشي ايكوال C تو D. C تو D. بص بقى يا سيدي، دول كده الفور تيرمز اللي قدامي دول، خلي بالك ان هم بقوا فور تيرمز. التو تيرمز دول الفيرست والسكند بتوع الفيرست ريشيو، والفيرست والسكند بتوع السكند ريشيو. خلاص، احنا سيبك من اسمائهم دلوقتي، بس احنا هنبدا نقسمهم جروبز. في اتنين هيقعوا على الحرف هنا، الاي والدي، دول اللي هيقعوا. اما مين اللي في الامان؟ البي والسي، الاثنين اللي انت مطمن عليهم دول، اسمهم بالنسبه لنا المينز. اسمهم ايه؟ كلمه مينز بالعربي معناها وسط او في النص. ماشي. طب مين اللي بره؟ الاي والدي، دول اسمهم اكستريمز. اسمهم ايه؟ عارفين يعني ايه كلمه اكستريم؟ لا، اكسترا يعني اضافي. اكستريم معناها متطرف. عارفين في رياضات، رياضات آمنة، بينج بونج، تلعب سباحة، دي مش اكستريم. في بقى مثلا اللي هو الكورة، ايوه بالظبط، الامريكان فوتبول، دي ايه؟ ده بيموتوا بعض، صح؟ طب في رياضات تانية انت ممكن تنتحر فيها انت نفسك، غلطة تموتك، زي ايه؟ الناس اللي بتقف فوق الجبل مثلا وتنط، تعمل فري فول، تنط في المية، او الناس اللي بتلبس اللي هي الباراشوتات وتعمل الحركات الجميله اللي بنتفرج عليها ونفسنا نعمل زيها، بس ان شاء الله في الجنه بقى ان شاء الله. طب انا بدخ وانا نازل على السلم، قولي لي مش عارف ايه، ايه البتاع ده. المهم يعني ان الاكستريم سبورت يعني رياضات ايه؟ متطرفه. انا كل ده بس بشرح لك كلمه اكستريم. اكستريم معناها على الطرف، بيقف على الحرف كده، خطر. مين الخطر هنا اللي هيقعوا؟ اسمهم ايه بالنسبه لنا؟ ايوه خطر. ما اسمهم ايه بقى؟ اكستريم. اسمهم رياضه رفع الاثقال. ما تركزي يا اسطى. الاكستريمز اللي هم مين ومين؟ الاي والدي، والمينز البي والسي. طيب تعالى ناخد المساله اللي احنا شرحناها فوق، اللي هي 2 اوفر 5. انتوا قلتوا ان 2 اوفر 5 ايكوال كام؟ 4 اوفر 10. تعالى نكتبها بالطريقه بتاعت المينز والاكستريمز. ها، 2 اوفر 5 ايكوال 4 2 10، صح؟ مين المينز؟
ومين الاكستريمز؟ بص يا سيدي، القاعده دي الجديده بتقول لك ده ايه؟ يعني ايه برودكت؟ ناتج ايه؟ الباي. مش احنا قلنا قبل كده ان ما حدش يقول لي كلمه برودكت دي معناها ناتج ويسكت؟ ناتج ايه؟ لما اقول لك كوشنت ناتج الديفايد، سم ناتج البلس، ديفرنس ناتج الماينس، كل حاجه وليها اسم. يبقى هنا كلمه برودكت معناها بتاع مين؟ اللي هم مين ومين؟ هات لي البرودكت بتاعهم كده 20 2 باي 10 ايكوال ذا برودكت اوف مين المينز؟ يدوني كام؟ 20. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ طب هو ده ينفع حتى لو انا عملت ديفايد؟ اه جرب كده 4 اوفر 44 لو انت عايز تكتبها بطريقه المينز والاكستريمز هتبقى 1 2 11. هات لي الاكستريمز بكام؟ هات لي المينز. طب معلش يا مستر، هو ده هيفيدني في ايه؟ وانت بتحل المسائل احنا عندنا طرق للحل. في مسائل انا اديتها لك قبل كده عشان تحلها اللي هي بيبقى فيها اكس انون، وطبعا ايكوفالنت. لما اقول لك 2 اوفر 5 واكتب لك هنا 10، انت ممكن تعمل ايه؟ اشوف ايه اللي حصل تحت واعمله فوق. هنا باي 2، طب وهنا؟ فالاكس هتبقى انت بصيت بالجنب صح؟ طب بص هنا، لو انا قلت لك 2 اوفر خليها مثلا 6 يبقى 3. ثانيه يا معلم، 2 اوفر 6 ايكوال 5 اوفر نوت. لو انت جيت تبص كده او كده مش هتعرف، فقلنا هنبص ازاي تحت، ازاي 2 بقت 6 باي 3، فهتعمل ايه هنا؟ فهتبقى 15. طب بص للي جاي، 2 اوفر 7 ايكوال مثلا 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 49 اوفر نوت. مفيش سمبليفاي يا عمر. انا وانا بعمل سمبليفاي بعمل كل ريشيو لوحدها. انا هسال سؤال بس، انت فاهم ايه اللي حصل؟ لا صح؟ فايه الحل؟ قال لك الحل انك تستخدم اللي انا لسه قايله، اللي هو ذا برودكت اوف مينز ايكوال ذا برودكت اوف اكستريمز. بس عشان احل لك المساله دي خليها اخر واحده. انا بفهمك ان هي معموله الطريقه دي عشان تحل لك كل انواع المسائل. تعالى نتعامل بالمسائل اللي فوق. شايف المساله اللي احنا حليناها من شويه اللي هي دي؟ تعال نكتبها تاني كده، 2 اوفر 5 ايكوال اكس اوفر 10. ماشي، مين البرودكت بتاع مين المينز؟ المينز. انت لما تيجي تكتب دي بتكتبها ازاي؟ 2 2 5 ايكوال اكس 2 10. مين اللي في الامام؟ الفايف والاكس. مين اللي الاكستريم؟ التو والتن. يبقى انا عارف ان البرودكت بتاع دول ايكوال البرودكت بتاع دول. فايه رايك ان 5 باي اكس ايكوال 2 باي 10؟ ماشي، لو انا عايز اجيب الاكس لوحدها، لو دي ايكويجن، مش دي ايكويجن وفيها انون عكس الباي، هنعمل ديفايد كام؟ 5 5. وهنا ديفايد 5. مش انا بعمل في الليفت هاند سايد والرايت هاند سايد نفس الكلام؟ ايه اللي يحصل؟ طاروا. يبقى الاكس ايكوال 2 باي 10 20 ديفايد 5 4. لا يا مستر بصراحه الطريقه اللي انا بحل بيها سهله. طب حل دي يا عسل. كل شويه هقول لك نفس السؤال، بالرغم من الطريقه دي في الاول بتبقى رخمه الا ان هي بتحل كل المسائل. طب تعالى تاني تاني مساله كمان اهي. شايف دي؟ احنا كنا حاطين مكان الاكس هنا اللي هو ده الانون. لما اجي اكتبها هتبقى ايه؟ 2 2 6 ايكوال 5 2 اكس. مين المينز؟ 6 باي 5. مين الاكستريمز؟ 2 باي اكس. مين اللي مضايق الاكس؟ باي 2 عكس الباي 2 ديفايد 2. ال 2 وال 2 طاروا. ايه اللي اتبقى؟ 6 باي 5 30 30 ديفايد 2 15. طب هنا بقى تجيب دي ازاي؟ ثانيه طب ثانيه بقى يا مستر، هو مفيش برضو يعني شورت كات للكلام ده؟ يعني اختصار شويه. هو انا لازم احول المساله دي اقعد اكتبها كده؟ هو انا مش ممكن ابقى عارف من نفسي مين المينز ومين الاكستريمز؟ طيب يبقى انت عارف ان دول
بصوا كده ده عامل زي الباتر فلاي زي الفراشه ماشي اللي هو الكروس مالتيبليكيشن ماشي. انا عارف دلوقتي مين الانون الاكس الاكس ده مين اللي في وشه ومين الدراع الكامل ال7 و49. بص بقى في خطوه واحده الاكس ايكوال الكامل فوق والناقص تحت مين الكامل 7 باي 49 مين الناقص 2 لانه ناقص له هنا حاجه حل دي بقى 7 باي 49 اوفر 2 تديك الاجابه على طول. يبقى تاني احنا هنحلها بس انا هوصل لك الطريقه اللي احنا بنحل بيها طول الوقت. انا خلاص مش هعمل كل ده انا في خطوه واحده حلتها. فانا لما اجي اقول لك دلوقتي مساله زي دي بص كده انا عايز اجيب الاكس مين الدراع الكامل ال6 وال18 يبقى اقول له ايه اكس ايكوال الكامل فوق 6 باي 18 مين اللي تحت في سمبليفاي ال9 وال18 ديفايد 9 ديفايد 9 ايه اللي بقى 6 باي 2 الاكس ايكوال 12. السؤال اللي بعده مين الدراع الكامل 3 باي 40 مين اللي تحت 12 في سمبليفاي مين مع مين ال12 وال40 تنفع في تيبل 2 وفي تيبل 4 صح بس ايه ممكن اشتغل يعني اللي انت عايزه ممكن اشتغل مع 3 مثلا بالنسبه لك ابسط شويه ديفايد 3 ديفايد 3 خلصت ال4 وال40 في تيبل 4 هنا 1 هنا يبقى الاكس طلعت بكام ب10 هنا ادي شفت بقى لما بتحل كذا مساله بنفس الطريقه الموضوع بيبقى سهل. مين الدراع الكامل 7 باي 24 ومين اللي تحت مين اللي هيتعمل له سمبليفاي 7 و21 هنا 1 هنا 3 خلصت ال3 وال24 في تيبل 3 ديفايد 3 ديفايد 3 يبقى الاكس بكام. هسالك سؤال هو انت تقدر تستخدم اللي انت قلته دلوقتي في ان انا اتاكد ان التو ريشيوز دول ايكوفالنت ازاي؟ لا برافو عليك انا هاخد دول اعمل لهم ايه باي يدوني 20 واخد دول اعمل لهم باي لو ادوني 20 يبقى الاثنين دول ايه ايكوفالنت. وده السؤال اللي هيجي لك هيجي يقول لحضرتك شو ويتش اوف ذا فولوينج ريشيوز ار or not equivalent. هنا انا هعمل ايه هناخد مين مع مين 8 by 6 بكام 48. طب الناحيه الثانيه 2 by 24 بكام طالما الاثنين قد بعض يبقى equivalent. طب هنا ايه ده يا مستر دول فري ريشيو خلاص ركز لي على الاثنين دول الاول بس اتاكد ان دول equivalent. ها 4 by 30 equal 120 و10 باي 12 120 يبقى هما الاثنين ايه بس لسه ما اتاكدتش ان ده ايكويفالنت ليهم اخده مع ده ولا مع ده مع اي واحد اي ما هو كده كده زيه خلاص خلينا نشتغل مع السهل اللي هو مين ده مع ده. ها هتاخد مين مع مين 4 باي 15 ركز يا دي احمد 4 باي 15 60 و10 باي 6 60 الاثنين بقوا ايه يبقى الثلاثة equivalent كلهم بقوا equivalent. طب هنا مين مع مين 6 باي 20 تديني 120 18 باي 8 8 باي 8 60 كام 4 من الاول غلط ما تكملش بقى لان ده انا متاكد ان هي عمرها ما هتبقى equivalent. الناتج هنا بتاع البرودكت بتاع الاكستريمز not equal البرودكت بتاع المينز وبالتالي بقوا ايه not equivalent. نشوف هنا الاكس ايكوال الدراع الكامل 1 باي 12 والناقص 3 في سمبليفاي 3 12 هنا هنا يبقى الاكس ايكوال 4. السؤال اللي بعده مين الدراع الكامل 4 باي 25 وتحت 20
نسمع زميلنا نسمع زميلنا نسمع زميلنا. احنا مثلا عملنا بايكون ممكن نعمل بايكون على طول بدل ما نعمل. كلام جميل، وانا قلت لك ان الطريقه دي بتحل المسائل، ما قلتلكش غلط، بس انا بدي براحتك عايز تحل كده او كده صح خلاص، بس دي الطريقه اللي هنثبتها طول الوقت بعد كده، لان هي مش هتفيدنا في النمبرز بس، يعني احنا بعد كده هنضطر نستخدم دي في الرموز في الاكسبريشنز اللي خدناها الترم الاولاني اللي هي فيها ايه وايه باور 2 واكس وواي. المساله كلها مش هتبقى ارقام بس، فانت مش هتلاقي بقى هنا 4 وهنا 20 فتقول اه ال 4 اتعمل لها باي 5 عشان تبقى 20، يبقى مين اللي عامل له باي 5 تبقى 5. مش هتلاقي ارقام اساسا في السؤال. تمام؟ هنا مين اللي نعمل له سمبليفاي؟ ال 20 وال 25 او ال 20 وال 4 عادي مش مشكله. ال 20 وال 25 في تيبل ديفايد 5 ديفايد 5، ايه اللي يحصل؟ ال 4 وال 4 طاروا، ايه اللي اتبقى؟ الاكس ايكوال 5. هنا مين اللي في وش الاكس؟ ال 2 ال 2 اللي في وشها دي فوق ولا تحت؟ تحت. يبقى هعمل كام باي كام؟ 18 باي 3. مين في نفس التيبل؟ هنا وهنا 9 باي 3 27. طيب ركز في السؤال اللي جاي. طبعا هنا هو كان بيشرح لك الكلام اللي احنا قلناه، بيقول لي if the product of extremes not equal the product of they are not equivalent. يعني ال 2 ratios دول 2 by 6 و 3 by 5 هل ال 12 وال 15 قد بعض؟ يبقى ال 2 ratios دول not equal. نشوف السؤال اللي بعده. السؤال ده محتاج تركيز عشان تفهم هو قصده ايه. بيقول لي صلاح and مصطفى each made a batch in the paint mixer. كلمة باتش معناها خليط، ماشي؟ باتش يعني شكل انت بتعمله. عارفين لما تروحوا تدهن الشقة جديد، انت عايز تدهن الشقة، فدهان الشقة ده بيخليك تعمل ايه؟ تروح للراجل بتاع الدهانات، يا اما هو بيجيب لك لون جاهز، يا اما انت بتقوله بص انا عايز الدرجة دي، صح؟ اه. فهو بيعمل ايه؟ بيعمل بيدخل حاجة اسمها البينت ميكسر، بيدخل الالوان جوه الميكسر جوه الخلاط، في خلاط عنده كده بيقعد يخلط الالوان، وهو بيدخل الالوان انت لو باصص كويس او اتفرجت على حد بيعمل كده هتلاقيه بينقط نقط من الوان مختلفه عشان يطلع لك الدرجه اللي انت عايزها، صح ولا غلط؟ تعال نشوف بقى الاستاذ صلاح ومصطفى هيعملوا ايه. بيقول لك صلاح باتش ووز ان ذا ريشيو 8 يلو تو 6 بلو، يعني كل ما يحط 8 نقط يلو يحط قصادهم خلص دنيته وضرب الخلاط وشغل الدنيا وطلع لون ودهنه على الحيطه. راح الاستاذ مصطفى حب يقلده، مصطفى wants to have the same color as صلاح، بس هو استخدم باتش مختلفه، باتش نفسها مختلفه. عمل ايه؟ so he used a ratio of 20 yellow to 15 blue. are their paint batches the same color؟ كل اللي قال نو غلط، لانك اتضحك عليك. انت عملت ايه؟ هقول لك انت عملت ايه؟ هقول لك. اما مش انت عايز تسالني اقول لك ولا اضحك عليك؟ لا هقول لك انت ليه قلت لا. انت قلت لا لانك شايف ان ال 8 مش هينفع تبقى 20. صح؟ انا بسال سؤال مش ده صح؟ ده اللي انت عملته؟ انت قعدت تدور ازاي ال 8 تبقى 20 مش هتنفع، يبقى خلاص هو عمل حاجه غلط. ولا ال 6 هتبقى 15، بس انا عايز اقول لك ان الاثنين هيبقوا زي بعض. ازاي؟ باستخدام الايكوفالنت فراكشن. ركز بقى، انت عارف ان الحاج صلاح استخدم الباتش بتاعته كانت A to A يلو to A to blue. اليلو to blue كام to كام؟ 8 to 6، صح؟ طب والباش مهندس مصطفى يلو to blue كام to كام؟ 20 to 15. انا عايز اتاكد والله لو الاثنين دول كانوا ايكويفالنت لبعض يبقى ده معناه ايه؟ ان الاثنين هيطلعوا نفس اللون. طب انت هتتاكد ازاي؟ هتتاكد ازاي؟ سيبك من الديفايد، البرودكت اوف مينز والاكستريمز. مين هنا البرودكت بتاع المينز؟ مين المينز؟ ال 15 وال 8 15 باي 8. طبعا هشتغل بالستاندرد الجوريزم 5 باي 8 40 0 كاري اب 4 8 باي 1 ب 8 ومعايا 4 12. طب تعالى نجيب البرودكت بتاع مين؟ الاكستريمز. ها مين الاكستريمز؟ 20
20 by 6 120 they have the same batch color الاثنين زي بعض ازاي يا مستر ما انا مش فاهم تعال بقى لو انت عايز تفهم نفسك دي حاجه ثانيه اوصل للسمبلست فورم دلوقتي الاستاذ مصطفى او صلاح كان مستخدم كل 8 يلو قصادهم 6 من البلو صح تعال نعمل ديفايد ديفايد كام ديفايد 2 ديفايد 2 يبقى هو ابسط صوره عنده يعني كل ما يحط اربع نقط من اليلو بيحط قدامهم 3 من البلو في مشكله تعال نشوف الاستاذ مصطفى كان كام تو كام 20 تو 15 هما الاثنين في تيبل كام اعمل ديفايد 5 4 ديفايد 5 ما انا عارف ان هي اسهل بس انتوا عشان من الاول ما ركزتوش قلتوا غلط انتوا دورتوا زي ما انا قلت لك ال8 ما ينفعش تبقى 20 وال6 ما ينفعش تبقى 15 المساله غلط لا احنا بندور هل الاثنين ايكوفالنت ولا لا لو لقيناهم ايكوفالنت يبقى ده معناه ايه ان الاثنين هيطلعوا نفس الباتش نفس الكالر خلاص عشان ما تبقاش انت فاهم ان الموضوع محدد بالباي والديفايد اللي احنا شغالين عليه لانك دلوقتي ال6 عمرها ما هتوصل لل8 باستخدام باي رقم انت عارفه مفيش حاجه في التيبل فايه الحل يا تعمل سمبليفاي تمشي سكه السمبليفاي لحد اخرها يا اما تعمل الايكوفالنت وده اللي هيبقى بالنسبه لنا الاسرع دايما طريقه الايكوفالنت فهمتوا كده في اي بروبلم ماشي